السلام عليكم طلاب. اليوم محاضرتنا بنتوز فوسفيت باثوي. The minor pathway for oxidation هو البنتوز فوسفيت باثوي رهيسوس مونوفوسفيت باثوي is an alternative pathway of carbohydrate metabolism that is linked with the glycolysis through formation of fructose 6 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate. الهيكسوس مونوفوسفيشن الهيكسوس مونو باثوي شانت is more anabolic as nature. Location بالليبر, lactic memory gland, adipose tissue, adrenal cortex, gonads, RBC, but not in skeletal muscle. الفانش want to provide نات ال pH اللي نستفاد من عدها بتخلص من ال free radical من ال oxidative stress بمساعدة نات pH يتحول ال glutathione reductase إلى glutathione oxidase. وظيفة الجلوتاثيون ريدكتاز بأن هو يأخذ الفري راديكال الموجودة بالخلايا ويكسرها ويسويها نان أكتيف, يقلل فعالية مالتها ويتحول إلى جلوتاثيون أوكسيدايز وبالتالي نتخلص من الأوكسيديتيف ستريس. رايبوز 5 فوسفيت اللي نستخدمها في صناعة دي إن إيه والآر إن إيه النوكليك أسيد وبروفايد أروت for the use of the pentose and their conversion to intermediate of glycolysis اللي هي glyceraldehyde 3 phosphate اللي تعتبر تريوس phosphate or fructose 6 phosphate اللي يعتبر fructose بصدرات كربون. Oxidative non-reversible reaction and تفاعلين oxidative non-reversible reaction و non-oxidative reversible reaction اللي هي تعتبر هذه الرياكشنات of البنتوز phosphate pathway تظهر بالسيتوبلازم ولها 2 pathway يبقلنا oxidative non-reversible reaction و non-oxidative reversible. الoxidative pathway اللي تكون oxidation للglucose-phosphate اللي حصلناه بالglycolysis من تحول الجلوكوز الى مساعدة الكيسوكينيز او glucokinase تحول الى glucose-phosphate, فراح تبدي البنتوز phosphate pathway من ال مركب الانترميديت كومباوند اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت فراح يتحول انتو الرابيولوز 5 فوسفيت وهذا نحصل عليه achieve through the dehydrogenation and oxidation of the glucose 6 فوسفيت انتو الى 6 فوسفوغلوكونولاكتون. هذا التفاعل catalyzed by glucose 6 فوسفيت dehydrogenase enzyme in the presence بوجود النات بي then hydration لل 6 فوسفوغلوكونولاكتون into 6 فوسفوغلوكونيت by the action of the hydrolase enzyme. Both enzyme required a cofactor هو ما يكون الكالسيوم or magnesium. No oxidation and now oxidation and decarboxylation of 6-phosphogluconate into a keto pentose اللي هو نطلق عليه بالريبوز 5 فوسفيت يعتبر هذا مركب كيتوني وبي 5 ذرات كربون. هذا التفاعل يتنظم by the 6-phosphogluconate gluconate dehydrogenase in the presence of NADP and the calcium والمغنيسيوم تعتبر كوفاكتر. هذا الجلوكوز 6 فوسفيت بوجود الناد تحول الى ناد بي اتش تحول الى 6 فوسفوغلوكونولاكتون وثم يتحول الى 6 فوسفوغلوكونيت ايضا بوجود الناد بي تحول الى ناد بي زائد سي او 2 اللي هو يعتبر ديكربوكسيليشن ونحصل على رابيولوز 5 فوسفيت اعتبر هذا مركب كيتوني ومتكون من 5 ذرات كربون. رابيولوز 5 فوسفيت is the substrate for the two enzymes. رابيولوز 5 فوسفيت 3 epimers that alter the configuration about بالكربون رقم 3 يسبب التغيير forming another keto pentose اللي هو اسمه زيلولوز 5 فوسفيت. ونحصل على ريبولوز 5 فوسفيت كيتو ازومايز ذات كونفيرت ريبولوز 5 فوسفيت which is a keto sugar to the corresponding aldo sugar known ريبوز 5 فوسفيت which is the precursors of the ribose required for the هذا ريبوز 5 فوسفيت اللي يدخل في صناعة synthesis النيوكليوتيد or nucleic acid and nucleic acid. إذن الريبوز 5 فوسفيت بوجود الريبوز 5 فوسفيت كيتو ازومايز هذا التفاعل عكسي ويتحول الى ريبولوز 5 فوسفيت ثم ريبولوز 5 فوسفيت يتحول الى زيلولوز 5 فوسفيت اللي هو هذا التفاعل ايضا يكون عكسي بمساعدة الانزيم ريبولوز 5 فوسفيت 3 ابيمرز. الترانسكيتوليز انزيم كاتالايز ذا كونفرشن اوف ذا كيتو شوجر انتو الدوز شوجر وذ ذا تو كربون اللي سيحفقد 30 كربون
ومن ثم convert an aldose to ketose with the two carbon more. Therefore, transketolase هذا الإنزيم راح ينظم كتلاز the transfer انتقال to درتين من الكربون from the 5 carbon ketos الزيلولوز 5 فوسفيت to the 5 carbon aldose الورايبوز 5 فوسفيت producing 7 carbon ketos هذا المركب بتكون من 7 ذرات كربون اللي هو سيدوهبتوليز 7 فوسفيت و and 3 carbon aldose اللي هو جليسر الدهايد 3 فوسفيت. شوفوا يعني هذا الرايبوز 5 فوسفيت ومساعدة ترانسكيتوليز راح يتحول إلى سيدوهبتوليز 7 فوسفيت والزيلولوز 5 فوسفيت ايضا بمساعده الترانسكيتوليز راح يتحول الى جليسر الدهايد 3 فوسفيت وبوجود ككوفاكتور المغنيسيوم وثيامين داي فوسفيت. تو موليكول من الجليسر الدهايد 3 فوسفيت بمساعده انزيم الالدوليز راح يتحول الى فركتوز 1,6-بس فوسفيت ومن ثم هذا التفاعل يكون غير عكسي راح يتحول هذا المركب الفركتوز 1,6-بس فوسفيت الى فركتوز 6 فوسفيت بمساعده الانزيم الفركتوز 1,6-بس فوسفيتيز ثم الفركتوز 6 فوسفيت تحول الى جلوكوز 6 فوسفيت بوجود الفوسفو هيكسوز ايزومريز. The pentose phosphate pathway occur in this in the cytosol in all cell two stage. Stage الأول هو oxidation يكون irreversible وnon-oxidation هو يكون irreversible. بالproduct يكون ribose 5 phosphate النucleic اللي يدخل به صناعة nucleic acid والnot pH اللي يعتبر fatty acid اللي هو synthesis اللي on reduction of the glutathione والnon oxidation هو يكون reversible اللي هو conversion of ribose 5 phosphate to intermediate of glycolysis و production of ribose 5 phosphate from intermediate glycolysis. هذه تكون regulation لglucose 6 phosphate dehydrogenase تكون inhibition by NADP و induction or stimulation by the insulin and ratio insulin على glucagon. In summary, the difference between glycolysis and pentose phosphate shunt oxidation utilize NAD pH instead of the NAD. CO2 which not produce any glycolysis is characteristic of the product of pentose pathway phosphate pathway. No ATP is generated in pentose phosphate pathway whereas ATP is produced in the glycolysis. The main reductive function of the NADP H is found in erythrocyte in which NAD pH and the hydrogen share in the reduction of oxidized glutathione in a reaction catalyzed by glutathione reductase enzyme. The reduced glutathione remove hydrogen peroxide اللي هو يعتبر هو oxidative stress in a reaction catalyzed by glutathione peroxidase enzyme to be back into the oxidized form. This is important in since in H2O2 hydrogen peroxide decreases the lifespan of the RBC by causing oxidative damage to the cell leading to the hemolysis. إذن إحنا بالبنتوس فوسفات باثوي رح نحصل على النات بي اتش. وظيفة النات بي اتش الفائدة من النات بي اتش هذا شو حيسوي؟ يحول الريديوس جلوتاثيون نعتبر هذا انتي اوكسيدنت اللي يدور بالخلايا وين اكو فري راديكال تتولد اللي تتولد نتيجة ل نوعية الأكل مثلا إذا أكل باقلة أو بعض الأدوية اللي تناولها مثلا الأسبرين أو في حالة مرضية مثل هايبوكسيا قلة الأكسجين هاي راح تتولد فري راديكال. هاي إذا تواجدت بكمية كبيرة وما قدرنا نتخلص من عندها حتسوي تكسر للخلايا تسوي هيمولوسيس أو تسوي أبورشن بالبريجنت وومن. فوظيفة الريديوس جلوتاثيون يدور وين أكل فري راديكال راح ياخذها ويكسرها ويقلل الفعالية مالتها بمساعدة الجلوتاثيون بيروكسيداز راح يتحول إلى أوكسيداز جلوتاثيون ومن صار كمركب أوكسيداز جلوتاثيون يرجع مرة ثانية يتحول إلى ريديوس جلوتاثيون بوجود جلوتاثيون ريدكتيز حتى من يكون بهاي الحالة ريديوس جلوتاثيون أيضا يبدأ الشغل مالته مرة ثانية يدور وين أكل أوكسيديف ستريس مثلا سهلنا هيدروجين بيروكسيد هو يعتبر أوكسيديف ستريس
فيدور وين اكو فري راديكال، اللي هي تقول لك فري راديكال نسميها الاكسيد، حاله الاوكسيديتيف ستريس، يقتلكم، ياخذ يدور الفري راديكال ويكسر الفعاليه مالتها، يعتبر هو هذا كانتي اوكسيدات، يسوي سكيفنجر للفري راديكال ويتحول الى الاوكسيداز جلوتاثيون بمساعده جلوتاثيون ريدكتيز. ثم بعد ما يتحول الى الاوكسيداز راح بوجود جلوتاثيون ريدكتيز يرجع الى مره ثانيه ريدوس جلوتاثيون، لكن الفعاليه الريدوس جلوتاثيون تكون بمساعده النات بي اتش اللي هو نحصله من البنتوز فوسفيت باث واي. الامبورتنت اوف ذا نات بي اتش از ان امبورتنت ريدوس اند فوسفوريليتد كوانزايم used in the reductive biosynthesis reaction of fatty acid the steroid fatty acid well steroid free radical scavenger scavenging اللي هو يكون free radical such as superoxide hydrogen peroxide راح اللي تنتج constantly in produce in all the cell these حسوي destroy the DNA protein fatty acid and all biomolecular and entire cell are destroyed. The free radicals are inactivated by the enzyme system containing superoxide dismutase, peroxidase, glutathione reductase. Reduced glutathione is regenerated with the help of the NADPH. مرة ثانية بوجود NADPH reduced glutathione هم يدور وين اكو free radical ياخذها ويقلل فعالية مالتها ويتحول الى oxidized glutathione.